قصيده واحده بعربي قصيده سته او خمس حاجه الى اخره. اذا هذا المبلغ طبيعه الحال احنا يعني نعتبره مكسبا من لدينا ومكسبا للجامعه بكل موضوعيه وبكل مسؤوليه، ما تزايدوش هيك. ولكن نؤكد بان الجامعه ذات الحاجه الى تعليم خاص نظرا لحياه المجتمع. على درجه الانتاج ديالها على مستوى ضريبي وعلى مستوى يعني ممتلكات وعلى مستوى المواد الاستهلاكيه الى اخره، يعطينا الحق يكون عندنا زياده اخرى تتميزنا على مولود المغرب والمغرب. يعني قلنا العداله الاجتماعيه الحقيقيه، هذا مازال عندنا فرصه. الامر الثاني وهو من اجمالات البرمجه، وقفنا على مجالات البرمجه ديالنا، لا فيما خصصتموه الجزء الثاني الجزء الاول من التسيير، وطبيعه الحال فيه الجزء الاول مرتبط بحصه المقاطعه 10%، هذا مع المملكه فيه. ولا بالنسبه يعني ما اشرتم اليه يعني من برمجات اضافه بواحد 5 مليون درهم احكام قضائيه مهم جدا، لان احنا كان عندنا واحد الجمعيه وهي كافيه. ولا بالنسبه لهذا الامر الذي يتعلق باداء مستحقات ديال الاداره العموميه للشركات، سدنا واحد 9.2 مليار. فبعد الحال احنا برمجنا في الميزانيه 7.6، دابا الان ضفنا 1.5 مليار. انا اعتقد من الناحيه الجوهريه لهذا الموضوع معقول. فيما يخص برمجه الفائض ودوزنا الفائض وعطينا مجموعه المقترحات، اعتقد اهم النقطه اللي كاينه خطاب اتفاقيه الشراكه كالتزامات مهمه، خصوصا فيما يتعلق بالسياد وعلى جهه المياه العاتبه لاستكمال مشروع ديال سقي المناطق الخضراء، لان عندنا واحد التكلفه كبيره مصاري الشرب. هذا مهم جدا كالتزام ديال الجماعه اللي سبقنا يعني في الشطر ديال الدار اللي احنا ماشيين فيه الاتجاه. وايضا فيما يخص ساحه التيران ضفنا واحد المبلغ ديال 5 مليون درهم، وهذا مشروع نراهن عليه وخصنا نستقبلوه. طبيعه احنا ما كناش عارفين المشروع اش واقف، لان كانت واحد 5 مليار الحصه للجماعه، يعني تقريبا اعتقد كانت ثلاثه والجهه جوج. الان هي 5 الان ضاف 2 مليار، يبدو ان السبب ديال التوقف كان مشكل مالي واضح. اذا ضفنا 2 مليار الان اصبحت الحصه ديال التخصص هي 7، ولكن الجامعه ارتفعت طبعا الحصه ديالها الى 4 مقابل الجهه الى 3. على كل حال كنعتقد هذا مشروع ايضا يعني نحجو معه. وطبيعه الحال هذاك المشروع مهم جدا ديال المستشفى الراسي للامراض النفسيه، اعتقد هذا عمل نوعي ايضا ندعمه ونعتبره مهما. واحد البرمجه ديال الدرهم واللي غيتخصص الدراسه في البدايه ديالو ان شاء الله تعالى نزيدو ندعمو هذا المشروع كيف الاعضاء في المجتمع الانساني. انا اعتقد في العموم يعني هذا المشروع الاخير والمهم جدا وهو ما فاتنا تحدثنا عنه في الدوره ديالنا اللي قبل منه، وهو سد حفار البنيه التحتيه، الزياره ديال الطرق، مجال الحراره ديال المدينه اللي هي خصصنا له واحد 12 فصيله يعني مليار و200 مليون. يعني هذا اليوم ديالنا كان مهمة جدا كاع انتظار، وبالتالي برمجة فيه يعني عين الصواب. وبالتالي اعتقد في العموم يعني هذا المقطع يعني احنا كفريق نعتبرها مهمة، زيادة مهمة للجامعة، والبرمجة ديالنا ايضا نعتبرها ايجابية من المجالات التي خصصت عليها، وبالتالي ندعمه كفريق العدالة المدنية والصحة. شكرا سيدي. ما زلنا نطمح الى ضعف من القيمة المضافة، حصة ديال القيمة المضافة لا سيما ان مدينه طنطا ستتطابق وتساهم في انتاج هذه الطريقه القيمه المضافه. تحيه للسيد الرئيس، تحيه للجميع مجددا. السيد الرئيس انا عندي اقتراح بسيط، هو يتماشى مع التمجد العام داخل القاعه، بما ان الجميع كان يحيي طريق اتحاد طريق باش طنجه لكره اليد، بما ان الجميع باش يتوجهوا السيد الرئيس واش مابقاوش ينتقدوا السنه، واحد الاقتراح بسيط اذا كانوا كيشوفوا الاستاذ الاعضاء انه مناسب، اما لا انه يكون واحد التعديل بسيط تخصص واحد المبلغ صغير كتزويج وكان من حديد التزويج لذاك المجهود اللي عملوه، كما قلت في الاخر انه فريق النسوي مع الرجل ديال البطولات سيكون كتكون يعني السيد الرئيس في فتره رائعه منكم الى بينكم باقي الاعضاء انها مناسبه. شكرا. طبعا يا صاحب إذا أنا بدوري قبل ما نمر إلى المصادقة على تعديل هذه الميزانية، أود
في هذا النقطة سأشير إلى أنه تسمى بناء على علاقة الحكومة التي تسمى الأسبوع على ولاية طاقة الحوار برئاسة السيد الغالي حول موضوع ساحة تيرا التي هي في المراحل الأخيرة الإنجازية والتي نطمح أنها قبل أواخر السنة تكون جاهزة. كان واحد الملتمس تسمى السيد الغالي أنا طبعا من تخصيص واحد مبلغ إضافي 500 درهم لتجهيز أن المنطقة تستقبل كانت واحد الصعوبات فيما يخص الميزانية تقريبا مبلغ مالي ديال هذا الساحة التيرا، ولكن كان واحد المبلغ واحد النقص فيما يخص التجهيز ديال هذا ديال الساحة ديال التيرا ممكن كيف. وبناء على ذلك تم التوافق بين جمع المصالح الميزانية ثلاثة في مصر الشمالية على تخصيص استاد دراسة 5 مليون للتجهيز. وهنا كذلك تم التوافق باش مع المصالح الميزانية أيضا على أن يؤخذ هذا المبلغ من الائتمان الإضافي المخصص لاستهداف الإنارة الرومية حيث أمانديس حيث تم تخصيص مبلغ 15 مليون وخصصوا لأمانديس 10 مليون و5 مليون غنحطوها في الفصل الثاني ديال التجهيز. إذا كنتم متفقين نمروا إلى التصويت. إذا نمروا أولا على التصويت على تعديل الميزانية فيما يخص الباب الأول وهو المضاحي. مصوتون بنعم. إجمالا. نمروا إلى التصويت الثاني وعلى المصاريف. التي مقصود عند المصاريف أجزاء. الجزء الأول من الباب الميزانية الباب 50 في مجال الدعم. الباب السيد في مجال اندماج النتائج. نمر الى الجزء الثاني من هذه الميزانيه فيما يخص باب 20 الثقافه والفنون الجميله والانتصاف عليه. التصويت والاجمال في الباب 30 مجال الشؤون التقنيه. في الباب 50 مجال الدعم. قد استخدمنا هذه النقطة فيما يخص تعديل ميزانية جامعة الطاجرة المسلمية 2020. وبذلك سبق المجلس في الإجماع على تعديل الميزانية. نمر إلى النقطة الثانية وهي الدراسة والمصادقة على تحديد المناهج الإجمالية المخصصة للمقاطعة الأربعة السنة المالية 2025. لا ماشي السؤال فقط النقطة الثانية يعني ماشي النقطة الثانية. هذه نقطة مستقلة. مستقلة. لا حيت نقطة السويت باقي ما كاينش. فيما يخص النقطة الثانية بناء. كاين شي نقاش في هذه النقطة؟ تفضل أسيدي. السلام عليكم، شكرا السيد الرئيس. وكذلك شكرا تحية لممثل السيد الوالي ولجامع المساحة الإعلام ولكبار القاعدة. درايس فيما يخص هذه النقطة ديال تلميع المقاطعات، الحلقة تستلمن العمل ديال المكتب ومزيان أن المقاطعات اليوم من حدي الوظيفة تصافعات والتي كتبقى غير كافية. عندك المرة مقاطعة ديما كتبقى عندك المرة قصد المرية ديال السنتيم، سيد الرئيس والجغرافية والمشاكل ديال المقاطعة ديما كادا، وراه عاد هنا غادي صراحة نقول قصد المرية وفي الآخر العام غنلقاو راسنا إلا توصلنا واحد 70-80% يعني مبلغ كيما زائد الطرق ديال التحويل ديال المنحة اللي كتكون هي متقسمة كنوصلوا مثلا بحال دابا حنا غنلقاو راسنا إلا توصلنا واحد 50-60% وحنا قرابين ياك النهاية ديال ياك النهاية ديال الموسم. فلهذا خاص تعرف النظر المنح ديال المقاطعات يتم التحويل ديالها ياك في البداية ديال الموسم. منتظر أن الجامعة دائما تمشي معنا بالنسبة ديال المذاق. عندنا الثقة في الجامعة والقطر ديالها أنها عاد تدخل المداخل ديالها، فلهذا مبغيين عاوتاني الجامعة أنها تاخذ المقاطعة وتعطيها الفلوس الأول، بس على الأقل يكون واحد الإبداع في البرمجة ديال ديك المنحة، وكذلك حنايا نعتقدوا أننا في الطرق ديال السفر، الإعداد ديال الصفقات غنكونوا مرتاحين، ما نبقاوش حتى شهر 8 وشهر 9 عاد نوصلوا الصفقات لواحد الطرق اللي هي متسرعة، وعاد تحطنا في مجموعة ديال الأخطاء، وشكرا. شكرا. طبعا احنا نطمحنا حول ما امكن في 100% من القيمه ديال
القطاعات طلعت في نفس السنة وصلنا تقريبا واحد ملايين 45 مليون، يعني احنا غادي تقريبا مع حسب التحويلات اللي كيجيو. إذا فيما يخص عملية استخلاص لأن شيء كار هذا المداخل اللي كتعطلها هي ناتجة على الاستخلاصات اللي كتكون قليلة بالنسبة للجامعة الأولى، وبالتالي من هذا المنبر هذا أنا كنشكر السلطات المحلية وراسين سيد وادي فيما يخص الدعم ديال الجماعة على أساس الاستخلاص المبالغ، ثم كذلك بعض الضرائب اللي هما مستعصية جدا وتدخل السلطة كان حاسم فيها، وهذا السبب اللي كيخلينا أننا النسبة ديال الاستخلاص تكون نسبة مرتفعة، ومن هذه النسبة هذه هي كما هو معروف القانون التنظيمي هو اللي يقول لك أدنى هي 10%، وحنا كنقولوا مكرهنا في المستقبل دائما هذه التوصية كنقولوها على أننا نرفعوا من 10% توصل إلى 14% باش يكون الدعم، هذا الشيء اللي كيقول. وكذلك الجماعة خصتكم مرهون على المقاطعات بالضبط المدة ديال الدعم، ما تبقاش نسبة توصل 60% 70%، وهذه النسبة دابا وقعنا رفعناها ولكن إلا ما كانت فيها الجرأة وهذا العمل هذا راه ما وصلوش شي نتيجة. إذن نرى إلى تصويت المسابقة على تحديد المبنى المخصص للقطاع 4 لـ 25 من يصوت في نعم. إذن بالإجماع نمر إلى النقطة رقم 3 وهي النقطة تعدد في آخر دورة المقاطعة 4 تبت هناك تفويلات النفقات يتم التوسط به 3 مقاطعات بالنسبة للمقاطعة غوغا دراسة المسابقة على إجراء تفويلات بحساب النفقات تصويت نقطة رقم 4 فيما يخص مقاطعة السواني نقطة رقم 5 فيما يخص مقاطعة مدينة نمر للنقطة رقم 6 وهي الدراسة والمصادقة على مشروع محاكاة اتفاقية شراكة تتعلق بترميم وتأكيد المعلومات التاريخية لمصانع التيران بمدينة طنجة. إذا ما أجي نصوت إذا بالإجماع. نقطة رقم 7 دراسة ومصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل توسيع شبكة كاميرات المراقبة للفضاء العام وتنظيم حركة السير والجولان في جامعة طنجة. إذا بالإجماع. تفضل السي أحمد. سيد ممثل السلطة أبو الكلب. بما أن هذه النقطة هذه فيها السيد الرئيس الذي هي شيء مهم بالنسبة للمدينة العزيزة علينا مدينة طنجة هي السن والجوانب السن الرئيس هذا مشكل عويج جدا المشكل إذا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاه فما يمكنناش نقولوا أننا كنتموا من هذه المدينة اللي هي بغينا وكرهنا أنها دات واحد الطابع سياحي للدرجة الأولى طنجة كتعرف واحد التوافد غير مصلح انا ما اظن انه موقعش القرن غير الصيد على مدار السنة لهذا السيد الرئيس سمحنا كنعيشو مشكل كبير في مدينة طنجة كيفاش تجول في مدينة طنجة مشكل عويل جدا الا ما كناش قادرين انه يكون عندنا حلول مستقبلية أنا كنت نصلي دار إسلامي كيشي ما بقيش ما بقيش باقي ده اللي غادي يجي وأنا اللي ساكن في المدينة يعني كين مسائل اللي كتعيق السياحة بدار الأولى اللي إحنا كنقولوا إحنا مدينة سياحية التجارة كنت نصلي دار إس كتعيش مشكل في هاد الكتيدر اللي كاين يعني كيفاش نبقاو إحنا غير حلول تبقيعية يعني ما عندناش تصور كان بروم سيد رئيس إذا كان ممكن لا يجوز أن إحنا كجماعة فاعل أساسي في تسيير جميع الأشياء اللي كتضمن الحياة السعيدة والحياة النارية يعني هذا صلب إحنا صلب من الموضوع سيد رئيس ناخذ غير يمكن بعض المرات كنسمعوا أن بعض المدن في العالم حتى
احتلت المرتبة الأولى مثلا في السياحة. دايش مثلا كنسمع أن مثلا في ستوكهولم كاين واحد المدينة المرتبة الأولى زيرو سيارة في بروسيلز. واش ماشي ممكن أن بعض المناطق عندنا في مدينة طنجة في واحد الوقت معين سيد الرئيس نوقفوا السيارة؟ عندنا مشكل خطير سيد الرئيس. أنا كنفضل أن نوفر هذه الظروف هذه بالنسبة للتجارة في طنجة بالدرجة الأولى، غادي يستافد من هذاك اللي يمشي على رجلو كثر السيارة. حنا عندنا ثقافة بالمسارية بالطوموبيل بالسيارة. علاش ما نلزمو؟ ماشي غنلزمو ولكن نوعيو المواطنين. شوف حنا سيد الرئيس بغينا وكرهنا ما غنلزموش الناس، ولكن إذا ما قدرناش أن نقنعو الناس بطرق أو بقوانين أنه في واحد الساعة والدول المتقدمين تبقى في لندن السيد الرئيس كاين مناطق ممنوع تدخل سيارة في واحد الوقت معين، بغيتي تدخلها تخلص واحد المبلغ اللي هو ما تقدر. علاش؟ وكتستافد كنطلب السيد الرئيس أن يكون شي مقترح عند الجامعة ناخذ مبادرة السيد الرئيس. كاين الحمد لله كفاءة نشوفوا نجيبوا نماذج اللي هي، لأن هذا مشكل خطير سيد الرئيس. حاجة أخرى ما بغيتش ناخذ نقطة ديما سيد الرئيس، إذا كان ممكن بما أن الجامعة مسؤولة على جميع الرخص التجارية اللي كتعطى، يعني غير من ناحية المقرر أن المراقبة السيد الرئيس الشرطة الإدارية. كنقول سيد الرئيس على ما كنسمعوا هذه واحد الشهر أنه كانت واحد التفاتة اللي هي جات مهمة، وكنت كنتمنى لو ما كانش يوقع واحد المشكل في مراكش، ماتوا الناس بجراء اللي كان التسمم عاد نوضنا. كان عندنا واحد الإجراء موسعة عليا صراحة مبادرة جيدة. علاش حنا سبحان الله العظيم تيكيوقعوا لنا شي حاجة هكا نتحرك؟ الشرطة الإدارية ملزمة سيدة، كنظن أنه غير يمكن أنه الموارد البشرية ما عندهاش كافية، المعدات ماشي كافية، علاش ما تكونش دورات لأن ما توقفش على مدار الشهور والأيام. الناس مدينة طنجة كبيرة والناس كلها تستثمر. الله يكون في العون، كاين اللي كيفهم كاين اللي ما كيفهمش، راه كاين اللي غا شاطوا عليه فلوس غادي يعمل مشروع ما عرفش الحدود المسؤوليه اللي عنده واللي على العاتق ديالو. سيد الرئيس مساله يا اخي الله يجازيك خير، واحد مجموعه قاعه الافراح راه كنظن بما ان احنا مسؤولين عليه، واحد الاولى سيد السلطان الله يجازيكم بخير كيسمعكم كاين واحد التحاملات ان في 12 كيوقف ما كيحترموش سيد الرئيس، راه خالقين لك شي غريب. 12 وجوج وثلاثة تصبح ملازمة كاين مفرقعة في هادشي، الله يجازيكم بخير راه خالقين مشاكل، الله يجاهل عليهم وبدلوا الفكرية والعقلية أنه علاش غنعملوا حنا العرس غير بالليل؟ عندنا بالنهار اللي كلشي كاين في الزنقة وكلشي نشاط وكل حنا لا تكيبوا 12 جميعا كنوضوا نعملوا. وشكرا سيدي الرئيس. فيما يخص النقطة اللي ما يكونش اليوم هالاتفاقية والدعم ديالها عليهم،
قدر ما هو نديروا له واحد مخطط على كل سنه اننا نزيدوا ندعموا بالخصوص الانستالاسيون ديال الكاميرات ولي كابتور اللي باش نبداو نحصيو عدد السيارات اللي كتمر من الشوارع والازقه وغنحددوا الاولويات. هاد الاولويات اول حاجه كنديروهم في لون بوان كنديروهم عند التقاطع عند الطرق عند شوارع اللي هما لي زابير الكبار، ولكن نحددوا في هذوك لي زابير من دابا في دفتر التحملات. ماشي كل نوبه نجيو نعاودوا نحفروا كل نوبه نعاودوا نديروا يعني من دابا نديروا لي بريفيزيون ديالنا في عنديروا الكاميرات الاخرى. علاش؟ لان اليوم حتى المؤسسات اللي كدير لي انستالاسيون ديالها خاصها تكون مربوطه بهذه الشبكه، حتى العمارات مثلا ولا مثلا احياء اخرى اللي كدير لي كاميرا خاصها تكون مربوطه في هذه الشبكه. واهم حاجه هذه الشبكه تكون لا ما عند لا سونترال اللي باش تجيري هذا الفلو ديال السيارات السيرو الجولان، لان جميع من نجح في تحديد السيرو الجولان ونجح باش يزول هذا الاكراه في المدينه هو مره من هذا الموضوع هذا خصوص ديال الكاميرا. انا كنقول واحد القضيه اخرى بخصوص ديال السيرو الجولان اليوم، وخصوصا كترأس اللجنه مجلس جامعه طنجه، اليوم كخصنا تكون عندنا جراه في تحديد المسؤوليات ونوضعوا ذاك التشوير الافقي بما يلزم تشوير لي زانتيردي وتكون عندنا جرأه. واخا يكون عندي مسافه نضربها باش نجي انتيردي، ولكن اذا كتحل المشكل ديالي ديال الازدحام، شكرا، ديال الازدحام خصني نديرها. لي رون بوان خصهم يكونوا ذكيين. مثلا نعطيك مثال بسيط، رون بوان ديال ايبيريا، انا ما يمكنش عندي الضوء الاحمر كيولي يخضر وانا الرون بوان مازال ما خوى، يعني خص يكون عندي واحد 15 20 سكوند مبرمجه اليوم دوفيس مبرمجه ملي كيخوى لي رون بوان خصني ندوز. هذه خصنا ننتبهوا لها، وعندنا هذه المسائل هذه استردوا لها الباب. هاد البريوريتي ديال سيدي لو باساج في الرون بوان خصنا نكونوا تقنيين اكثر من ذاك الرون بوان. حنا ما يمكنش واحد لارتر كتكب بزاف واحد كيدور بسرعه يعطينا هذاك لارتر تخرج، خصنا نكونوا ذكيين باش نحطوا حل ذكي. وهذه انا كنقول مدخل من مداخل ديال سمارت سيتي ديال مدينه ذكيه، وكخصنا نجتهدوا على هذا القبيل. وشكرا. شكرا. حقيقه كاين واحد